كيف يفسر موقف الشارع الغربي الرافض للحرب الإسرائيلية على غزة؟ أي تأثير لتظاهرات المدن الغربية المؤيدة لفلسطين على موقف الحكومات الغربية من الحرب على غزة؟ ما تداعيات تغير المزاج الشعبي الغربي من الصراع في فلسطين على مستقبل الكيان الإسرائيلي؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما دلالة تظاهرات التأييد لفلسطين في الغرب؟